مساء الخير عزيزتي حواء، عاملة ايه يا حبيبتي؟ يا رب تكوني بألف خير. النهاردة جايلك في موضوع شائك كده، في السريع هنتكلم فيه مع بعضينا. من كام يوم كده كنت لابسة حاجة بتلت كم، فبديهي عندي رحت لابسة تحتها بادي كارينا، فرأيت احدى مدونات الموضة قالت لا، ما بقاش مش شياكة انك انتي تلبسي بادي كارينا تحت حاجة بتلت كم، المفروض تلبسي اكمام اللي هي مكملات الحجاب دي وتبيني الحته دي اللي هي شكل القميص والتلت كم. ولو حاجه مفتوحه كده تقدري برضو تجيبي مكملات الحجاب اللي هي الياقه، بس لحد هنا دي الياقه وحته كده، مش شرط تلبسي الشميس كله عشان الشميزات دلوقتي غاليه قوي، هي قالت كده. ولو عندك بلوزه قصيره تقدري تلبسي الجزء اللي هو عامل زي الجيبه بس شكله شميس ده. فانا قلت ايه، الله، طب ما اسمع كلام مدونه الموضه، يعني انا هفهم اكتر منها. خدت بعضي ورحت لأقرب محل بيبيع حاجات محجبات، ورحت عنده قلت للبنت اللي هناك مساء الخير يا نسا، قالت لي مساء النور، اتفضلي. المهم الكلام جابنا ودانا، قلت لها بقول لك ايه، عايز اشتري مكملات الحجاب كلها، الياقه والكمام والجيبه، عايزه اروق نفسي، مش عايزه اعطل خالص عشان عندي كميه بلوزات مش لاقيه لها اهلي يسالوا عنها، لاني كل ما اروح محل الاقي بلوز لحد هنا لحد هنا، فعايزه استر الموضوع على قد ما ربنا يقدرني يعني. المهم قالت لي ايه، ده احنا متخصصين عندنا كل الحاجات دي من احلى البراندات. فقلت لها بجد والله الحمد لله جيت في المكان الصحيح، يا رب الحمد لله، يا رب يا رب الحمد لله. المهم جت البنت قالت لي في عندي ابيض واسود، قلت لها بصي عايزه ابيض عشان ابيض بالليل على كل الالوان. قالت لي عندي كم منفوش وكم عادي، قلت لها خلينا في الكم العادي عشان يليق مع كل البلوزات. عندي جيبه طويله قوي وعندي واحده قصيره يعني شويه كده لطيفه، قلت لها خلينا في القصيره عشان يعني ان شاء الله كده ربنا يبقى يكرمنا بالطويله. من هنا لهنا لهنا لهنا، طب الحسبه بكام؟ قالت لي ولا حدش كده، الحسبه 1260. فسكت كده الوهله، قلت لها يا لهوي هو ايه ده اللي ب 1260؟ انت مش انت الظاهر انك فهمتيني غلط، انا عايزه قطعه مش دسته، اذا كل من كل اللي قلت لك عليه ده قطعه انت فاهمه غلط. فردت عليا بكل سذاجه وبراءه وراحت قايله لي ايه ده يا فندم، انا مش قصدي، انا قصدي ان الحته اللي فوق دي لوحدها ب 300 والحته دي معرفش ب 500 والكم. قلت لها ايه ده، في واحد على كل كم لوحده مش هما الجوز كانوا مع بعض؟ ايه الاسعار دي يا ست؟ راحت قالت لي والله هي دي الاسعار لان دول مستوردين وخامات مش تلاقيهم في حته غير عندنا، مش عايزه الاقيهم في حته غير عندنا، ده لما اجيب البودي الكارينه بحس ان انا انكتب لي عمر جديد يا ست، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ فجيت على البيت قاعده حائره غائرة، أفكر كثيرا وطويلا وأقرر ماذا أفعل في هذه المشكلة، إنني أعاني من مشكلة كبيرة، من أين أشتري هذه المكملات؟ عايزة أكمل القصة أعمل إيه؟ المهم جابني التفكير وهداني التفكير اللي كنت أضله قبل كده لفكرة جهنمية عبقرية سأفيدك بها عزيزتي اللي عايزة تشتري مكمل حجاب. بص يا حبيبتي، كل اللي هتحتاجيه ده قميص أهو، لو شميز يعني عندي مش لاقيه له حاجه البسه عليها ومقاسه صغر عليا، فكنت افكر بصراحه يعني ايه خلاص مش هلبسه تاني، مقاسه صغير عليا، فقلت ايه انا هصنع منه مكمل حجاب طبيعي. هعمل ايه، جبت القميص كده زي ما انتم شايفين وده مقص، ومعانا كيس اساتك ب5 جنيه، كل اللي هتغرميه في الموضوع ده المقص وكيس الاساتك والقميص كده كده هنرميه. هنعمل ايه بقى، طبعا انت ممكن تاخدي قميص اي حد، قميص جوزك يعني، انا لو الفكره نجحت جوزي عنده قميص اسود هيبقى زي الفل، هقص هوريكم. هتعملي ايه بقى، هتجيبي القميص كده بالصلاه على النبي وتروحي عاملاه كده اهو، هقصه واوريكي الشكل النهائي طلع عامل ازاي. اصبري تعالى كده يا قميص اهو، احنا بس عايزين الزور اللي فوق ده باللياقه عشان نستر ما نستطيع ستره اهو 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 اهو، ولا الحوجه لاي حد. شوفوا قصيت كده الجزء ده من الكم هوريكي برضو، ولا تتحوجي لحد ولا تتعبي قلبك، اي قمي اي الياقه اهو. لازم نمشي طبعا على الموضه عشان الست مدونه الموضه قالت ما ينفعش نعمل غير كده اهو اهو. بصوا بقى بالذمه اهي اهي يا ستي اللي قلتيلي ان هي ب 300 جنيه، بس هي الصراحه للامانه مطرزه هنا بشويه خرز، فانتي بقي هاتيهم بقى اهو اهو
بالذمه قال لا؟ قولي لي كده. سيد شغله مش لاقي اوله من اخره، بس هو ممكن توسعي بقى زي ما انت تحبي، دي اوسع اضيق براحتك. اهي بقت جميله وزي الفل اهو اهو. المهم ان هي عايزه تتظبط يعني، بتبقي ظبطيها كده كده، بتبقى جوه الحته دي بس اللي بتبقى باين، وتدخلي اهو من جوه اهو، هو بس متزرر غلط، بس انا هبقى اعمله لك. طيب نيجي لمشكله الاكمام، ادي الكوم يا ست الكل اهو، هي ادي الكم وادي الكم التاني، ما غرمتيش حاجه وما دفعتيش فلوس كتيره اهو اهو. هنطولي بقى الكم على قد ما تحبي اهو. هنروح لابسين الكم اهو، كم ده ولا مش كم؟ قولي لي انت كده اهو، وتروحي قافله الزرار كده، ربنا يهدينا جميعا اهو. تعالي في مشكله هيدلدل من هنا، هنحط دلوقتي ايه الاستك اللي احنا اشتريناه من اول اهو. هنفتح كيس الاساتك، هو ده كل اللي غرمته بخمسة جنيه اهو. شوفي ماسك اهو، ولا هيقع ولا هيروح ولا هيجي، وتلبسي فوق البلوزه التلت كم اللي تحبيها، حاجه زي الفل منتهى الرخص، تقدري تصنعيها في البيت بدون ادنى مجهود. دي خليها برضك، ممكن نعملها بندانه بعد كده هنحتاجها يعني اهو. وادي الكم التاني، هنقفل الزرار وبسم الله ما شاء الله سوف تحصلين اهو اهو. اي قميص، قميص بقى جوزك ابنك، اي قميص خالتك، عم اي حد في العيله عنده قميص ابيض تقدري تشحتيه منه وتقصيه كده زي ما انت شايفه، وتروحي داخله فيه كده بالاستك اهو اهو اهو. بالذمه والله ما هيبان يعني، انا لو جبت مش باين فعلا اهو، والرقبه كمان اهي من ورا، بصوا اهي يا لهوي على الجمال. نيجي بقى للحته اللي من تحت اللي هي زي الجيبه اهي، نسويها كده اهو اهو. بصوا اهي، هتدخلي فيها كده وتلبسيها وهتبقى فاهمها، فاهمين الفكره اهو، وتروح حتى فيها بقى احزام، تعملي لها استك، تعملي اللي انت عايزاه، وتلبسي فوقها البلوزه القصيره اللي تحبيها ومن غير ولا جنيه. طريقه شرع مكمل الحجاب في البيت. حبيبه قلبي اتمنى تكوني استفدتي. عايزه اظبط الزرار بس عشان احس اني ما قصيتش القميص على الفاضي. وان شاء الله ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هصنع لكم بقى الالوان الثانيه بقى باقي الالوان. بصوا ما شاء الله سكر. في غلطة في الزرار بس يعني ان شاء الله ربنا يكرم. بس حبيبتي اتمنى اكون فدتك، ما تسمعيش اي كلام من الكلام بتاع مدونات الموضة، اعملي اللي انت عايزاه، كل حاجة تقدري تستعيها في البيت. سلام عليكم.